احنا عندنا متابع في البرنامج في اخر فقره ان الضيف بيمضي لنا فوتوغراف او في سجل برنامج المجري، مش المجري كمصطفى عبده، لا البرنامج. فلو سمحت لنا احنا وانت قاعد. ادينا بقى كلمه هنا كده والقلم اهو. يا كابتن مصطفى ده شرف كبير ليا. ربنا يخليك. انا هقول وانا بكتب بجد شرف كبير ان اتواجد مع افضل من لعب وراوت كره القدم في مكانه، الجناح الطائر المجري. ننتظر بفروغ الصبر مجري اخر للكره المصريه. كل التقدير لاسره البرنامج جمال الغالي. كابتن جمال احنا بنشكرك على تواجدك في البرنامج واضافه لبرنامجنا، وانت تاريخ كبير جدا للتحكيم المصري او للقاره الافريقيه بمعنى اصح. نتمنى ان شاء الله نشوفك في احسن صحه واحسن حال. انا بشكرك يا كابتن مصطفى ودايما متالق ودايما بالتوفيق. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن.